يتشكر منها، يقدر الشجاعه، هاي المحبه، الاخلاص فيهم. بس تدري الحسين شو يقول؟ يقول يا زواري، يا شيعتي، يا محبيني، تدرون ان ارض العراق ارض الاسلام محتله من جنود امريكيه، جنود النصارى، ومعهم خمورهم، ومعهم فحشاؤهم، ومعهم مبقاتهم، ومعهم كلابهم وخنازيرهم. دنسوا ارض كربلاء، دنسوا ارض العراق. هل يسهلكم ان ترضون بذلك؟ ترضون؟ شيعة الحسين، احباب الحسين، ترضون ان تداس كرامة ارض مقدسة، ارض سبك عليها دم الحسين؟ هذا الدم اللي يقول الامام الصادق اقشد اشهد، لقد اشعرنا بدمائكم اظله عرش، اظله عرش الله اهتزت من دم الحسين ودم رضيع الحسين وانصار الحسين وشباب الحسين. افهل ترون ان هذه الارض المقدسه يدخلها الامريكيون النصارى اعداء الله؟ النصارى وكذلك الامريكيون وهم حماة النصارى يعتبرون نبينا كذابا، يقولون محمد كذاب. تقولون بذلك؟ هذول جايين يتعدون بلادنا، يتنعمون بنعيمها، ياكلون من ارزاقكم، يشربون من مياهكم، اتقبلون ذلك؟ الحسين عليه السلام يريدكم جنودا شجعان، جنودا صادقين، حتى تطردوا اخر نصراني محتل كاذب كفار تخرجوه من ارضكم. اسلحتكم عليكم ان تعدوها. الله تعالى يقول: واعدوا لهم، يعني للكفار، اعدوا تعاقي، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قوتكم عليكم ان تحضروها لطرد الامريكان والانجليز واعداء الدين والمحتلين الغاصبين. عند ذلك الحسين تقرون عين الحسين، عند ذلك يشكركم، يقول: اشكركم يا شيعتي، اشكركم ايها المحبون، اشكركم ايها معزون، يا من تحملون لواء الحسين، على انكم طهرتم هذه الارض، هاي الارض التي سبك فيها